الأحجار الكريمة في اللغة تتكون من كلمتي أحجار وكريمة، حيث تتكون الأحجار الكريمة بقدرة الله جل وعلا في الطبيعة ولا يتدخل في تكوينها الإنسان. تعرف الأحجار الكريمة بأسماء أخرى مثل الأحجار النفيسة أو الأحجار الثمينة أو أحجار البتراء. تعتبر الأحجار الكريمة عبارة عن معادن مختلفة، وهذه المعادن تتكون متبلمرة، وفي العادة تتكون الأحجار الكريمة مكونة من عنصرين أو أكثر. جميع الأحجار الكريمة تحتوي على مادة السيليكا، إذ تعتبر مادة السيليكا مكونا أساسيا ورئيسيا في مختلف أنواع الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى القليل من الشوائب ومواد أخرى تساهم في اختلاف الأحجار الكريمة عن بعضها البعض. ويعزى السبب وراء وجود أنواع متعددة من الأحجار الكريمة هو الظروف التي أدت إلى تبلمرها وتكوينها، بالإضافة إلى نوع الشوائب التي تدخلت في تكوين كل نوع من أنواع الأحجار الكريمة ومواد أخرى. قبل الغوص في عمق الموضوع، أدعوك عزيزي المشاهد بالاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديدنا لحظة بلحظة. تتشابه جميع الأحجار الكريمة بوجود مادة السيليكا كمكون أساسي لها كما ذكرنا سابقا، والنظام الشبكي الكريستالي أيضا الذي يكون هذه الأحجار أثناء عملية البلمرة. تختلف الأحجار النفيسة عن بعضها البعض في العناصر التي تتدخل في تركيب كل نوع خلال تكوين النظام الشبكي الكريستالي. ووجه الاختلاف الآخر بين الأحجار الكريمة هي درجة ألوانها تبعا لتفاوتها في درجة الشفافية. والسبب وراء تفاوت درجة الشفافية هذه بين الأحجار الكريمة هو نوع المعدن أو المعادن التي تدخلت كشوائب على مادة السيليكا أو السيليكون. جميع أنواع الأحجار الكريمة تتشابه أيضا في كونها يتدخل في تركيبها عنصرين أو أكثر إلى جانب مادة السيليكا ما عدا حجر الألماس الذي يعتبر هو الحجر الوحيد بين الأحجار الكريمة الذي يتكون من عنصر واحد فقط مع مادة السيليكا، لذا يعتبر حجر الألماس أحادي التركيب، حيث يتدخل في تركيبه عنصر الكربون بالإضافة إلى مادة السيليكا. إن القيام بعملية تحديد أغلى الأحجار الكريمة وأكثرها قيمة بالعالم ومن ثم ترتيبها سواء تنازليا أو تصاعديا هو أمر نسبي قد يتغير من زمن لآخر، فما سنقوم باستعراضه لكم يستند على مبيعات الأحجار الكريمة بالسنوات السابقة، بينما أنه من الممكن في المستقبل ومع استمرار التعدين بالمناجم اكتشاف أحجار كريمة أو أكثر قيمة أو اكتشاف مناجم جديدة كبيرة أو حتى القيام ببيع أحجار كريمة لم يتم الإعلان عنها للعامة من قبل كما يحدث في كثير من الأحيان. كذلك يجب أن نستوضح أن عملية بيع الأحجار الكريمة تتم في غالب الأمر اعتمادا على نظام المزايدات، فيبدأ عرضها للبيع في البداية بمبلغ بسيط، ثم يتنافس المشترون بعد ذلك على عملية الشراء. يسمى ذلك الأمر بالمزايدة، وهو شائع جدا خاصة في الدول الغربية بالعصر الحالي. لا ينفي هذا أنه ما زالت توجد عمليات مزايدة في الدول العربية كذلك، فعند النظر إلى الأمر عن كثب نلاحظ وجود مزايدات على الأحجار الكريمة وغيرها من التحف الثمينة خاصة في دول الخليج مثل الإمارات والكويت وغيرها. عملية تحديد سعر الحجر الكريم بحد ذاته قد لا تقتصر على قيمته الفعلية، ففي كثير من الأحيان قد تحدث مبالغة بالسعر نتيجة للتنافس الذي يحدث بالمزايدات. بجانب ذلك قد يتم تقييم الحجر بناء على المالك السابق له أو الأحداث التاريخية المرتبطة به مثل مجوهرات العائلات الملكية السابقة. في نفس الوقت قد يتم تقييم الأحجار الكريمة بأقل من سعرها، خاصة إذا ما كانت مرتبطة ببعض الأحداث التاريخية أو الأساطير غير السعيدة. جدير بالذكر أنه لا يشترط بالضرورة أن تكون أكثر الأحجار الكريمة ندرة هي أكثرها قيمة، فالأمر يعتمد على العديد من العوامل الأخرى كما ذكرنا سابقا. أحجار التنزانيت. تم اكتشاف أحجار التنزانيت حديثا في 1967 في شمال تنزانيا، حيث اكتسب مسماه لاحقا نسبة إلى موطنها،
تلك الأحجار نادرة إلى حد كبير، حيث يعتقد الخبراء أن ينتهي مخزون التنزانيت بالمناجم بحلول 20 أو 30 عام المقبلة، وهو الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى ارتفاع قيمته السعرية بالسوق. أحجار الزمرد. يعد حجر الزمرد روكفلر إحدى أغلى أحجار الزمرد التي تم بيعها على الإطلاق بمبلغ تجاوز 5.5 مليون دولار. ذلك الحجر يقدر ب 18.4 قيراط، وتم بيعه في يونيو 2017. أحجار ألكسندريت. تعد تلك الأحجار من أكثر الأحجار الكريمة المثيرة للدهشة، خاصة بقدرتها على تغيير ألوانها في ظروف الإضاءة المختلفة، الأمر الذي أدى إلى جعلها من أكثر الأحجار الكريمة طلبا بالسوق. تم اكتشاف الألكسندريت عام 1830 في جبال الأورال بروسيا، وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى القيصر ألكسندر الثاني. أحجار الأوبال. يتميز الأوبال بمظهره الخلاب وتنوع الألوان فيه نتيجة لتكوينه الطبيعي واحتوائه على عناصر متعددة من المعادن، مما يؤهله لأن يكون من أكثر الأحجار الكريمة جمالا وطلبا، الأمر الذي أدى لارتفاع قيمته السعرية، خاصة إذا ما ارتفع مقداره بالقيراط أو وزنه بالجرام، وكلما كان تنوع الألوان به مميزا ومتناسقا. ضمن أحدث أحجار الأوبال التي تم بيعها عبر المزاد، حجر أوبال نيرانو أستراليا الذي يزن 998 غراما وتم اكتشافه منذ 60 عام مضى. تم بيع هذا الحجر بمبلغ 675 ألف دولار أمريكي، بينما أن أكثر أحجار الأوبال قيمة يسمى شفق أستراليا، وتقدر قيمته بحوالي 1.9 مليون دولار. تم اكتشافه عام 1938 في أستراليا ويقدر ب 17 ألف قيراط. أحجار اليشم. تصنف أحجار اليشم ضمن أكثر الأحجار الكريمة قوة على الإطلاق، وهي إحدى الأسباب العديدة وراء تقديرها بأسعار مرتفعة في كثير من الأحيان. مؤخرا تم بيع أغلى حجر يشم بالعالم، يزن 18 قيراط بقيمة 5.5 مليون دولار عام 2017. أحجار السبينل. من الأحجار النادرة جدا والتي تتميز في نفس الوقت بجمالها الأخاد، تتواجد بعدة ألوان في الطبيعة تشمل الأزرق والأصفر والبرتقالي والوردي والأزرق والبنفسجي والأحمر. تاريخيا كان يعتقد أن أحجار السبينل الحمراء هي أحجار ياقوت معتادة، لكن مع التقدم العلمي تم إدراكها كإحدى الأصناف المنفصلة. مؤخرا تم بيع إحدى أحجار السبينل المميزة والتي تسمى بحجر سبينل الأمل بقيمة تخطت 1.4 مليون دولار، وهي تزن بما يزيد عن 50 قيراطا، مما يعني أنها قدرت بقيمة 30 ألف دولار للقيراط الواحد. أحجار التافيت. تعد أحجار التافيت من الأحجار الغير معروفة للعديدين بمجال الأحجار الكريمة، تم اكتشافها عام 1945 وتصنيفها ضمن أحد أنواع حجر السيبينيل، لكن مؤخرا تم تصنيفها كحجر كريم منفصل. أحجار التافيت نادرة جدا في الطبيعة، ويتم استخراجها فقط من مناجم تقع بدولة سريلانكا ودولة تنزانيا، يتم تقدير القيراط الواحد منها بقيمة 35 ألف دولار للقيراط الواحد. أحجار الزفير. تحتل أحجار الزفير أو السفير المرتبة الثالثة بين أغلى الأحجار الكريمة في العالم. هذا الأمر ليس بالمفاجئ، خاصة وأن تلك الأحجار من أكثر الأحجار الكريمة جاذبية وجمالا، ويعد حجر الفاتن الأسيوي الأزرق أغلى أحجار الزفير التي تم بيعها على الإطلاق حتى الآن بقيمة 17.3 مليون دولار في جنيف عام 2014، بينما في المرتبة التالية نجد حجر زفير كشمير الأزرق الذي بيع بقيمة 6.7 مليون دولار لتميزه بدرجة نقاء وقطع مرتفعة على نحو غير معتاد. ذلك الحجر يزن 27.7 قيراط، وهو الأمر الذي يعني أنه بيع بقيمة تقدر ب 150 ألف دولار للقيراط الواحد. أحجار الياقوت. في المرتبة الثانية تأتي أحجار الياقوت عالية الجودة، على رأسها حجر ياقوت الشروق
الذي تم بيعه عام 2015 بقيمة تزيد عن $1,000,000 للقيراط الواحد. ذلك الحجر الكريم يتميز بلونه الأحمر البارز، القطع عالي الجودة والشفافية المذهلة، خاصة أن هذا الأمر ترتفع ندرته بازدياد حجم حجر الياقوت. يزن الحجر 25.6 قيراط ويقدر سعره الإجمالي ب 30.42 مليون دولار. أحجار الألماس الملونة. أصناف الألماس وبلا شك خاصة الملونة منها تعد على رأس قائمة أغلى الأحجار الكريمة على مر التاريخ وبلا منافس. على وجه التحديد فإن أغلى أحجار الألماس اللذان تم بيعهما في السنوات القريبة الماضية هما حجري الألماس أوبنهايمر الأزرق والنجم الوردي. تم بيع حجر أوبنهايمر الأزرق الذي يصنف من ضمن أحجار الألماس الزرقاء ويزن 14.6 قيراط بقيمة إجمالية تبلغ 57.5 مليون دولار، ما يزيد على 4 مليون دولار للقيراط الواحد. بينما تم بيع حجر النجم الوردي إحدى أصناف الألماس الوردي بوزن 59.6 قيراط بقيمة 71.2 مليون دولار في إحدى المزايدات التي أقيمت بالصين عام 2017، وقد تم استخراج هذا الحجر بإحدى المناجم التي تقع بجنوب إفريقيا عام 1999، وهو يعد أكبر الأحجار الألماس الوردية الطبيعية التي تم استخراجها على الإطلاق. إن أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب وترك التعليق المناسب، فهذا يشجعنا على تقديم الأفضل في قادم الفيديوهات.